مرحبا بكم يا أساطير في فيديو جديد على القناة. كما نعلم فإن مراحيض الأسترو قوية جدا، وقد ظهر العديد منها على مدار الحلقات، حيث في هذا الفيديو سأقوم بترتيب مراحيض الأسترو من الأضعف إلى الأقوى، وأيضا سأرتبهم بحسب رأيي الشخصي، لذا قد يكون رأيك مختلفا عن رأيي. لذا قبل أن نبدأ، لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر اللايك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، وانضموا إلى سيرفر الديسكورد خاصتي، تركت لكم الرابط في التعليقات، وهيا بنا. حسنا، في المركز العاشر مرحاض الأسترو من الحلقة 51. ربما البعض منكم لا يعلم، لكن هذا مرحاض أسترو، ويمكننا معرفة ذلك بسبب أنه كان يطير بدون نفثات، وهذه هي قدرة الأسترو، لذا هو مرحاض أسترو. وكما رأينا كان يتفادى ضربات عملاق الكاميرا، حتى أن عملاق الكاميرا أطلق عليه شعلة النار الزرقاء، ولكنه لم يتحول إلى هيكل عظمي كباقي المراحيض العادية، وهذا يدل على قوته وقدرة وتحمله. في المركز التاسع وضعت مرحاض الأسترو من الحلقة 60، حيث رأينا كيف كان سيقضي على الجيمان، وهو يمتلك 3 مخالب، وفي كل مخلب لديه سيف، وكان يتمتع بسرعة كبيرة. حسناً، ربما هو نفس مرحاض الأسترو ذو المخالب الذي قاتل الجيمان في الحلقة 72، ولكن سأعتبر أنه مرحاض آخر يشبهه وليس هو. في المركز الثامن مراحيض الأسترو الطائرة من الحلقة 75، حيث رأينا سرعتها الكبيرة، وتمتلك أيضاً أسلحة قوية للغاية، حيث رأينا كيف أطلقت على المراحيض العادية ومسحتهم عن وجه الأرض، ويمكننا رؤية تشابه هذه المراحيض مع الطائرات الحربية، ورأينا كيف كانت طلقاتها سريعة جدا وقوية. في المركز السابع مرحاض الأسترو الذي أطلق على رجل كاميرا التسجيل في الحلقة 74، حيث رأينا كيف كان يمتلك أسلحة ليزر قوية، وكان مدرعا بالكامل، ولديه 4 مدافع تطلق ضربات كهرومغناطيسية، وكان لديه مركز طاقة يشع باللون الأصفر، وهو يستحق هذا المركز. في المركز السادس وضعت الأسترو ذو الصواريخ الذي رأيناه في الحلقة 74، وهو من نفس نوع المراحيض الطائرة التي ظهرت في الحلقة 75، ولكنه أقوى منهم بحيث كان حجمه أكبر بكثير، وصواريخه تبدو أقوى بكثير، وكان يتمتع بسرعة كبيرة، ولكننا لم نراه يقاتل، ولكن من شكله يبدو عليه أنه قوي. في المركز الخامس مرحاض الأسترو الصغير الذي كان يظهر طوال السلسلة ويقوم بتدمير الكاميرات في كل مرة، وكان يتمتع بسرعة خيالية، ورأينا كيف تمكن تجنب ضربة عملاق الكاميرا في الحلقة 74، وكان مجهزاً بكامل التقنيات التي تحميه من العمالقة، حيث رأينا كيف كان يمتلك نظارات واقية تحميه من أشعة عملاق التلفاز الحمراء، ويمتلك مدفعاً صغيراً صغير يقوم بإطلاق ضربات كهرومغناطيسية، وأيضاً هو من أذكى الشخصيات على مدار السلسلة، وهو يستحق هذا المركز بكل جدارة. في المركز الرابع وضعت مركبة الأسترو التي كانت تدمر كل شيء في طريقها، حيث رأينا حجمها العملاق، والتي كانت أضخم من العمالقة بكثير، ولديها مدافع ليزر عملاقة وقوية جدا، وكان لديها مركز طاقة باللون الأصفر، وهو يدل على طاقتها الكبيرة، وتمتلك دروعا في كل مكان، ولديها نفاثات عملاقة أيضا. حسنا، الآن وصلنا إلى أقوى 3 مراحيض أسترو، حيث لدينا في المركز الثالث مرحاض الأسترو ذو المخالب، حيث رأينا قوته الكبيرة وسرعته الخيالية، وأيضاً رأيناه في الحلقة 72 كيف كان يواجه الجيمان، وكان متمكناً منه، وكان أقوى منه بالقتال، وكان سبب خسارته هو المماطلة والغباء بعض الشيء، ولكن لا ألومه، فكان خصمه جيمان الذي كان يمتلك خطة فتاكة لهزيمة الأسترو، وهو ذكي جداً، وهذا ما أدى إلى خسارة الأسترو. ويمتلك مرحاض الأسترو ذو المخالب 3 مخالب، ولديه القدرة على امتصاص الطاقة، حيث يمكنه امتصاص أي ضربة كهرومغناطيسية أو ضربات ليزر بواسطة مخالبه، وأيضاً يمكنه امتصاص طاقة الدروع أيضاً بواسطة الخطافات التي يمكنه إطلاقها من مخالبه أيضاً، حيث رأينا كيف تمكن من امتصاص طاقة الموجودة بدرع الجيمان، وأيضاً يمكنه إخراج سيوف من مخالبه، وهو يتمتع بالسرعة الكبيرة والقدرة على تجنب الضربات، وهو يستحق هذا المركز. في المركز الثاني أسترو الظلام، أو الأسترو المدرع كما يلقبونه البعض، حيث يتمتع هذا الأسترو بحجمه الهائل وسرعته الرهيبة، وهو يمتلك 2 قوتين، ويمكنه إطلاق ضربات كهرومغناطيسية حمراء قوية جدا، حيث رأينا كيف دمر درع الجيمان بضربة واحدة بكل سهولة، ورأينا كيف أطلق على عملاق السماعة، ورغم أن الضربة لم تصبه إلى أنه تأثر بها، وسقط أرضاً من شدة قوة الضربة،
ويمتلك درعا أحمر قوي، وهو أيضا مدرع بالكامل، حيث رأينا كيف أطلق عليه عملاق السماعة ولكن لم يؤثر عليه بأي شيء، وهو يستحق هذا المركز أكيد. وأخيرا في المركز الأول الأسترو العملاق، وهو أقوى مرحاض أسترو رأيناه لحد الآن، ورأينا كيف كانت سرعته التي تعادل سرعة الضوء، وكان حجمه عملاقا بمعنى الكلمة، حيث حجمه يعادل ضعف أو 3 أضعاف حجم العمالقة. وكما رأينا في الحلقة 75 كان يمتلك 3 مدافع ليزر، ورأينا كيف كانت قوتها كبيرة جدا، ولديه مصدر طاقة لونه برتقالي، وهذا يدل على كمية طاقته الكبيرة، وأيضا يمتلك درعا برتقاليا. ورأينا أيضا كيف قام بإطلاق طائرات من داخله، وبالطبع هو يستحق المركز الأول، ولكن أنا أعتقد أننا حتى الآن لم نرى قائد الأسترو الحقيقي. وفي الحقيقة هذه المراحيض مجرد جنود لديه، وهو الآن في مكان آخر، وأظن أننا سنراه في المستقبل، وسوف يكون قويا بشكل جنوني، وأظن أنه سوف يتطلب الكثير من القوة والأسلحة القوية لهزيمته، وأظن أن الطريقة الوحيدة للقضاء عليه هي بتعاون الجيمان مع العمالقة والهجوم بشكل رباعي عليه. وهذه هي نظريتي حول قائد الأسترو. حسناً، وهنا ينتهي المقطع، وكما أخبرتكم فإن هذا الترتيب مجرد رأيي الشخصي، لذا قد يكون رأيك مختلفاً عن رأيي، لذا أكتب قائمتك لأقوى 10 مراحيض أسترو في التعليقات. وقبل أن تخرج لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر اللايك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، وانضم إلى سيرفر الديسكورد خاصتي، تركت لك الرابط في التعليقات.